أما هلأ وصلنا لأولى محطاتنا الصباحية نور، وكنا عم نحكي تحت الهواء عن النظام الغذائي، ومعدة الحلقة اليوم كانت مجهزت لنا شيء عن كيف ممكن نصير نشيطين، التمر، معلومات كتير مهمة، وهلأ كمان ضيفتنا رح تحكي لنا عن معلومات مهمة. يمكن من الشغلات اللي بيعاني منها الأشخاص بالصيام هي الصداع، الشعور بالتعب، الشعور بالعطش، هذا شيء أكيد وخصوصا بيتفاقم بفصل الصيف، واللي يمكن بيدل على نقص السوائل وغيرها من المشاكل الثانية. أكيد يمكن لأنه نحن بنصوم سلمة لساعات طويلة، فالجسم بيتعرض نوعا ما للجفاف. ومثل ما قلتي ببداية حديثك، أهمية فعليا الالتزام بالنظام الغذائي الصحيح، وكيف فينا فعليا مع الإفطار نقدر أول شيء نشرب وناكل ونلتزم بهي القواعد. أنا ما بلتزم فبتأثر نوعا ما على صحة الجسم. لنعرف أكثر عن أهمية فعليا الالتزام بالنظام الغذائي لنحافظ على جسمنا من الجفاف، معنا الدكتورة نور مانسترلي، اختصاصية في الصحة العلاجية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، بونجوركم. صباح الخير نور. صباح الفضايح اللي كنا عم نحكي فيها تحت الهواء. بالنسبة بكل شيء إلا النظام الغذائي. هلا رح ندخل على النظام الغذائي بشكل كبير، بس خلينا نبلش بالسؤال اللي كثير ناس يمكن بيراودهم، اللي هو كيف أنا بقدر حافظ إنه جسمي ما يصاب بالجفاف بشهر رمضان المبارك، وخصوصا مع قلة طبعا شرب المياه. هلا قبل ما نقول كيف بنحافظ على رطوبة الجسم، بدنا نعرف شو هي الأعراض اللي بتصير معنا لحتى نعرف هل نحن عم يصير بجسمنا تجفاف أو لا. في عدة أعراض، إذا نحن صارت معنا فأكيد حنعرف إنه صار عنا نقص بالسوائل. أهمها مثل ما قلتي الصداع، صداعي النبضي خصوصا، يعني بتحسي قلبك عم ينبض من هاي المنطقة. عرفتي؟ فجأة ما عاد بيصير عندك خلل بالتوازن، فجأة بتحسي حالك تعبتي، ما عاد عندك طاقة ولا حيل إنك تعملي أي حركة ولا حتى تقومي من قعدتك. بصير قلة بالتبول، يعني بتحسي انه انت ما عاد عم تفوتي على الحمام بشكل مثل ما لازم يكون دخول الحمام. بصير عندنا تجفاف بالبشره، الايدين فورا بيقشبوا او بينشفوا، بصير طقطقه بالشفايف، بتحسي شفايفك ما عاد فيهم الرطوبه القديمه، فورا بصير طبقه تجفاف عليهم. بصير كمان الاظافر بتصير بتطقطق نتيجه نقص السوائل، بصير عندنا تسرع ضربات قلب، وبصير عندنا كمان لهته. لهته سريعه، يعني على اقل جهد بنعمله بصير عندنا لهته. اول ما بصير طبعا العطش، هذا شيء مفروغ منه، اول ما بصير واحد من هالاعراض معنا بدنا نعرف انه نحن مقصرين بشرب المي. هلا نحن لانه ساعات الاكل كثير قليله، فلهيك نحن ما بنتناول هالكميه الكبيره صحيح. من السوائل، يعني في عالم تاخذ جرعات كثير كبيره على وجبه الافطار، وعالم بياخذوا على وجبه السحور كاسين ثلاثة وأربعة. هذا الشيء الغلط، إنه نحن عم نحط كل جهدنا بشرب المي بوجبة واحدة. نحن المتعارف عليه إن الكلية بتفلتر 500 ملي كل نص ساعة، يعني تقريبا من كوب لكوبين كل نص ساعة، هو الأفضل كل ساعة كوب، بس لأنه الساعة كثير قليلة عنا لشرب المي، فينا نشرب من كاسة لكاستين كل نص ساعة. لما نحن على وجبة الإفطار بنشرب كاستين ثلاثة، أول شيء بتتملى المعدة، ثاني شغلة بتحسي بالانتفاخ، وبصير عندك فجأة بتحسي إنه معدتك ما عاد قدرانة تفوت ولا نوع من الأطعمة، وغير هيك بتصيري بتجوعي أسرع. لهيك نحن بدنا نحاول نعرف إنه كل ساعة من كل ساعة بنشرب من كوب لكوبين مي. على وجبة السحور ممكن كمان صايمين عن الشرب المي، بس ملتهين بالاكل ونوقف على وجبه السحور نصير نشرب لانه حننحرم من المي. كل شيء فيه اعتدال اكيد بيوصلنا صحيح. لنتيجه منيحه. هلا كمان ما بدنا ننسى انه السفره الرمضانيه فيها حلويات كثير، فيها انواع مشاريب كثير وعصائر وسكريات ما أنا متوفره بغير اشهر. بدنا نستغل نحن شو بنقول لحالنا، نستغل انه هذا الشهر تمام بدنا ناكل الاشياء اللي ما موجوده بباقي الاشهر. هذا الشيء الغلط، لانه الحلويات كثير بتخلينا نعطش ثاني نهار، خصوصا على وجبه السحور. بدنا نعرف نختار الاطعمه المناسبه اللي ما بتخلينا نعطش، يعني بدنا نبعد عن الفاست فود، بدنا نبعد عن الطبخ، بدنا نبعد عن الفته والفول اللي ممكن يخلونا نعطش كثير،
بدنا نبعد عن البنادورة لأنه بتخلينا نحب السوائل بالجسم ونبين تاني يوم منفخين. هلأ هي قصة البنادورة بتختلف من مدرسة لمدرسة، في كتير عالم بتعارضني إنه ما بتعمل تحبيس سوائل. أنا من خبرتي بشوف إنه هي بتعمل تحبيس سوائل، وهي أثبتت لكتير أشخاص جربنا عليهم، في عالم جربنا عليهم يتناولوا بنادورة، في عالم لا، وتبين إنه الناس اللي تناولت بنادورة على وجبة السحور صار عندها تحبيس سوائل زيادة بالجسم وتنفخ عيونها وجسم وإيديها. فبدنا نبعد عن هدول الأشياء، بدنا نكتر من البوتاسيوم والصوديوم، سوري نقلل من البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، لانه هن فيهم شوارد، وهالشوارد لازم تكون مرتفعه بالجسم لحتى ما يصير عندنا هدر بالسوائل. لهيك بدنا نتناول الاطعمه اللي بيحتوي على هدول الثلاث مغذيات. اهم شغله انه بدنا ناخذ بده يكون اللون الاخضر طاغي على السفره، يعني ان كان خضار او فواكه. حتى الفواكه الملونه مو كلياتها بنقدر نتناولها، مو كلها بتعوض لنا السوائل بالجسم، في منها لا، في منها بتحتوي على سكريات كثير عاليه فبتخلينا نعطش اكثر. بس اهم شغله لازم ناخذ الالياف ونعوض السوائل من الخضار الورقيه، كل شيء لونه اخضر بيحتوي على مي كثير، الفليفله، الخس، الملفوف، كل شيء لون اخضر مثل ما قلنا. بدنا نبعد عن البهارات، البهارات كمان كل ما كثرنا ملح وكل ما كثرنا حد وبهارات حيصير عندنا طلب للمي ثاني نهار ونعطش خلال ساعات الصيام. اهم شغله بدي اقولها هي عن الكافيين، ما لازم نتناول اكثر من 300 ميلي جرام كل يوم من الكافيين. ليش؟ لانه اول شيء بصير بيسحب السوائل اللي موجوده بالجسم، واصلا المشروبات اللي بتحتوي على كافيين هي لا تعتبر من المشروبات السائله اللي نحن بنستفيد منها. هذا اللي كنت اسالك عنه دكتوره نور، لما نقول مثلا انه هيدا الشخص معه نوعا ما حاله تشفاف، بيقول لك انه انا ما كثير بشرب مي بس ممكن نوعا ما بعوضه بالسوائل، انه انا بشرب مثلا فنجان قهوه. شو هي السوائل مثلا؟ فنجان قهوه، كاسه شاي، العصائر الملونه اللي اساسا فيها نسبه سكريات عاليه. خلينا نركز على هي النقطه، قديش فعليا هي مضره؟ يعني ما بتفيد، لانه كاسه او كاستين مي كمان مش صحيح نحن حكينا خلال حديثنا. هلا هي الكافيين، ماده الكافيين بتخليك بتسد لك قابليتك. في كثير ناس مثلا خلص بيشربوا فنجان القهوه بتنسد قابليتهم عن الاكل. هلا هي منيحه ومو منيحه مشان ما ناكل كميات كبيره، بس مثل ما قلنا اكثر من 300 ملي جرام كل يوم ممنوع. ليش؟ لانه بصير بتنسحب السوائل المفيده بالجسم فبصير هدره اسرع. فلهيك 300 ملي جرام هن يعادل من كوبين لثلاث اكواب. ان كان شاي او ان كان اسبريسو ولا الامريكان كافي او اذا كان القهوه التركيه العاديه. هلا فينا نستبدل دائما القهوه التركيه لانه بتحتوي على كميه كافيين كثير عاليه بالشاي، بالشيء الاقل، بالشاي الاخضر او الشاي الاحمر، بس كلياتهم لا يعتبروا من السوائل. اذا بدنا نعوض سوائل نحن فينا ناخذ كمون وليمون، مليسه، كركديه، فينا ناخذ الزهورات، النعنع، البابونه، جليانسون لحتى يرخي لنا اعصابنا، لانه بتعرفي بخلال فتره الصيام بيكون فتره طويله بهالشوب وحركه اليوميه بصير واحد بيتعرض لستريس، فاليانسون شوي بيعمل لنا ريلاكس للجسم، ففينا نحن نتناوله على وجبه السحور لحتى ننام بعمق وحتى ما ياثر علينا صيامنا على صحه جسمنا. طيب بالنسبه لمشروبات رمضان، يعني في كثير ناس يعني ممكن بتقول ما رح اقدر اشرب كثير على الفطور من مشروبات رمضان مشان اشرب مي وهيك، باجلهم للسحور، فبيشربوا تمر هندي، قمر الدين، جلاب، كثير من المشروبات، عرقسوس مثلا، عرقسوس. هل هدول مشروبات يعني اخف وطئه بمساله الجفاف، ولا نفس الشيء هن كمان يعتبروا فيهم سكريات عاليه رح تؤدي للعطش؟ هلا شوفي، من اكثر المشروبات هي الرمضانيه اللي ممكن ترطب الجسم هو قمر الدين. قمر الدين لانه هو من المشمش، والمشمش فيه انتي اوكسيدنت، وهو فيه بيتا كاروتين، هو والجزر، كل شيء لونه اورانج فيه بيتا كاروتين اللي هو بيساعد على، فيه فيتامين اي، فيه بيحافظ على صحه العين، لشبكيه العين، بيحافظ على البشره، بيحافظ على رونق البشره، ومضادات للاكسده يعني بحارب الجذور الحره المؤذيه للجسم.
من أهمها هو مثل ما قلنا أمر الدين، بس ما لازم يكون محلى بالسكر، لأنه حتى السكر بيخليك تطلبي كمية أكبر من المي وأنت بدك تكوني صايمة، فبده يصير في عنا هدر، وبيعمل كمان تبول، فبيصير عنا كمان هدر للسوائل المحتفظة بالجسم. كمان الكركديه بيساعد على ترطيب الجسم وبيحافظ على السوائل اللي موجودة بالجسم. كمان مثل ما قلنا فينا نحليه بمحليات صناعية أو فينا نحليه بالعسل. أنا ما بفضل دائما العسل كمان، لأنه العسل صحيح مفيد بس بيحتوي على سعرات حرارية كمان مثله مثل أي نوع من أنواع الفواكه. فينا نتناول العرق السوس كمان، هو بس بهمني أنا كلهم مناح، بس بالتدريج أول شيء تمر أمر الدين، بعدين كركديه، بعدين عرق السوس، بعدين تمر هندي، آخر شيء تمر هندي، بس بشرط ما يكونوا محل سكر كثير. أوكي معلش نسيان واخذ شوي اي، بس الجلاب ما فيه اي فائده لا صحيه ولا تغذويه ولا بفيد المي ولا شيء، نسبه سكر عاليه وملونات وسكر ولا شيء بالدنيا فيه يعني بفيد لصحتنا. فلهيك ما بنلجا على الاشياء الملونه، بنلجا للاشياء الطبيعيه المعموله، حتى هدول هنا موجودين بالسوق بس نحن فعليا فينا نعملهم بالبيت وبطريقه صحيه وما تاذينا وبتساعد على ترطيب جسمنا، خصوصا هلا مع ارتفاع درجات الحراره وتقلبات الطقس، يوم برد ويوم شوب، فعم يخليه يعني بيحافظ على حراره الجسم، فما بيخلينا نعطش بسرعه اذا تناولنا كل يوم كوب من عرق السوس او اذا تناولنا كركديه. بس بدنا ننتبه طبعا الاشخاص اللي بيعانوا من الضغط، ارتفاع بضغط الدم، ما فينا ناخذ كثير عرق سوس يعني. حكينا حكي كثير حلو دكتوره نور، بس كنا عم نحكي تحت الهواء انه هذا الحكي فعليا حلو، يعني اذا طبقتيه نحكي كثير بس ما ننفذ. النظام الغذائي صعب اساسا اليوم، وفعليا بتلاقي الام يعني بتعمل لك اكلات ما معقول شو طيبه، وبتنطر شهر رمضان لترجيكي الابداع بالطبخ يعني. والمائده السوريه هي معروفه على مستوى الوطن العربي والعالم قديش فيها غنيه من اصناف ومأكولات، وتلاقي هيك بتشبعك العين قبل ما تاكلي، يعني ما فيكي ما تقولي مثلا في انه كلي قطعه هالقد، مثلا انه انت عامله مثلا اكلتين ثلاثه انه تلتزمي. طب خلينا نقول ما بدنا نخلي الناس تنحرم من الاكل، بس بنفس الوقت يكون في اعتدال، يعني انا مثلا يوم ما كثير التزمت ثاني نهار اذا التزمت فيني التزم بالنظام الغذائي ولا صعبه؟ ثلاث اشياء اساسيه بتخليكي تنزلي وزن برمضان. اول شيء المشي، بدنا نحاول نمشي ولو ساعه قبل وجبه الافطار. ثاني شغله شرب المي اول ما اول ما بدك تفطري، اول شيء بتبدي على كاسه مي وثلاث حبات تمر، بتعملي يعني عمليه تدريجيه، بعدين بتاخذي سلطه، بعدين بتاخذي شوربه، كله حصص صغيره، فانت فعليا عبيتي نص بطنك، والنص الثاني فيك تنقرشي فيه من الطبخات العاديه. ما عندي مشكله، بس هي الاليه بتخليكي انه انت ما تاكلي كميه كثير كبيره، ثاني شغله بتخليك تحافظي على وزنك. الشغله الثالثه والاساسيه انه ما نقطع وجبه السحور، لانه وجبه السحور بتعطي كثير طاقه للجسم وبتخليكي ما تتناولي كميه كبيره على وجبه الافطار. فهدول ثلاث اشياء اساسيه اذا نحن اتبعناهم نحن حنوصل لاخر رمضان اذا ما كنا خسرانين وزن. يعني الاشخاص اللي ما بتطمح لنزول الوزن بدها تحافظ بس على وزنها، كون اكلنا اكلات طيبه وما انحرمنا من اكلات الماما والحلويات الطيبه، بنفس الوقت ما اذينا جسمنا. تمام. هلا الشيء كمان الاهم من هيك، عم تسمعي نور هذا حكي لك، هذا الشيء لك اهم من هيك، انه في شغله راحت عن بالي اولى، انه نحاول قدر الامكان الكافيين ما ناخذه على وجبه السحور، ناخذه على وجبه الافطار بعد الفطور اغلب. تماما. يعني ما يكون في فتره 100%، لانه هو فيه ديورتك بيعمل ادرار للبول، فنحن ما فينا نتسحر ويصير عندنا ادرار للبول وتخلص السوائل من جسمنا. بدنا ناخذ هلا من فتره الافطار لوقت السحور فينا نشرب مي، بس بعدها ما عاد فينا، فنحاول نبدل بس الكافيين من وجبه السحور لوجبه الافطار. هي راحت عن بالي معلومة كثير مهمة لازم كنت أقولها مشان نرجع على الأكلات الطيبة. أنت قلتي بالاعتدال بصير عنا كل شيء،
اهم شغله ما يصير. بس ما زدت وزن، عم اكل بس صرت وزني طبيعي. ما حدا بنشوفك اخر رمضان لسه هلا ما زدت. لا لا ما زدت اساسا. لسه في اسبوعين. معي بعدين زياده فيني ثلاثه كيلو ما مشكله، بس هلا ما زدت. هلا هذا الشيء منيح الحمد لله، الواحد اللي بيقدر يعمل كنترول على اكله وهيك بيكون ممتاز الصراحه، لانه في مغريات كثير. بس بيهمني مثلا انه يكون يكون الوجبه يعني وجبه الافطار تحتوي على نوع واحد، ما يكون عندنا عده انواع لحتى ما يصير عندنا تلبكات معويه وامساك ونفخه. وكثير ناس هلا بنشوفها من اول رمضان لهلا دائما بعد وجبه الافطار بحسوا بالتخمه، فهذه مزعجه لثاني نهار. مثل السلامه مثلا. عم نحكي هلا اسرار وفضائح تاع الكاميرا. والشغله كمان الثانيه انه يوم اللي بناكل مثلا حسينا حالنا تقلنا بالاكل، ما ناخذ حلو، ما ناخذ قطعه حلو، نخلي مثلا قطعه الحلو من مره لمرتين بالاسبوع اقصى حد، ما نخليها من ضمن الروتين اليومي. يوم اللي بناخذ عصير مثلا ما بناخذ حلو، يوم اللي بناخذ حلو ما بناخذ وجبه دسمه على الافطار. يعني ما لازم ناكل كل شيء مع بعضه بنفس النهار، بدنا ننوع يعني كل يوم شيء لحتى بس ما يصير عندنا اشكالات هضميه. انسي قصه الوزن في عالم صحيح. لانه بدها تكسب بدها تزيد وزن برمضان. يعني المشاكل اغلبها مو بس بالوزن، يعني هي بالراحه انه الانسان يكون مرتاح وهو صح. صح. هو قاعد وهو صايم. يمكن هي ابرز النصائح. قبل ما نختم هيك نصيحه سريعه اخيره. نصيحه سريعه، حاولوا انه ما تاكلوا وجبات كثير كبيره، كميات قليله، وجبات يعني كيف بدي اقولها او كميات قليله وجبات كميات متعدده. قليلة وجبات متعدده، يعني ما ناكل وجبه الافطار دفعه واحده، قلنا بنقسمها مثل الغداء وعشاء. يعني نحاول حتى برمضان يكون نظامنا مثل الايام العاديه، فطور غداء عشاء مع تغيير التسميات كسحور ولا كافطار. نحاول وجبه الافطار نقسمها لقسمين، نحاول ناخذ من قطعه لقطعتين فواكه على بين وجبه السحور والافطار. واهم شغله المصدر البروتين على وجبه السحور، مصدر الالياف اللي هن من الفواكه والسكريات من الفواكه. وكل يوم كاسة لبن أو كاسة حليب على وجبة السحور بتخلي نهارنا تاني نهار أفضل إن شاء الله. يا رب كل الشكر لك دكتورة نور وعلى نصائحك اللي بتعطينا إياها. يسعد صباحكم أنتم وضحكتكم الحلوة، ولكل المشاهدين اللي عم يتابعونا لا تردوا عليهم لا على سلمى ولا على نور. ردوا على نور. علي لأنه دائما بالصيام صحة، لما بتصوموا بشكل صحيح أكيد حتكون صحتكم جيدة. أكيد نتشكرك دكتورة نور مانسترلي على وجودك معنا، شكرا كثير لك.